ريكورد تو ذا كلاود عشان نبدا نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين. محاضرتنا اليوم ان شاء الله راح نوقف فيها عن التعميمات بشكل اساسي، بس قبل ما ناخذ التعميمات بدي اكمل شوي على ايش، على المفاهيم. بنبه بس وديت لكم على المنتدى زي استبانه هيك، رابط لاستبانه لطالب دكتوراه بيكمل في كندا. انا ما بعرفه الشخص، يعني هو بنت او ولد والله ما عارف. المهم تواصلنا مع بعض، بقول لي شفت انه انت عندك شغل على صفوف الافتراضيه زي اللي هسه شابكين معاه مع بثينة، بجوز بعضكم يعني شارك في هذا الصفوف. اللي شارك وحابب يجاوب على الاستبانه يعني بيكون جزاه الله خير، مساعده له يعني. هذا اللي وردتكم اياه المره الماضيه مذكرين، او حكينا عن الخريطه المفاهيم. الخريطه المفاهيميه هذا مثال عليها. هو الخرائط المفاهيمية صراحة في الرياضيات مش مقصورة بس على أشكال هندسية، هي أنت يعني كيف علاقة العناصر ببعضها البعض، هذا معنى الخريطة المفاهيمية. يعني مثلا نعم، عندك مفاهيم مختلفة، هاي المفاهيم ذات علاقة مع بعضها البعض، هي كيف مترابطة؟ هل هي علاقة جزء بكل؟ هل هي علاقة انفصال؟ هل هي كيف علاقة تشاركية في اختلاط تقاطع بينهم؟ فممكن اتخيل الخريطة المفاهيمية بعدة طرق. ايش بتفيدني الخريطة المفاهيمية؟ يعني هون مثلا بدأ بشكل رباعي، بعدين دخل على شبه منحرف. شبه المنحرف هو شكل رباعي، ومتوازي الاضلاع هو شبه منحرف وشكل رباعي. يعني كل ما تنزل لتحت بياخذ صفات كل ما سبقه، كل ما سبقه. فهي علاقة ايش؟ عام وخاص. العلاقة بينهم عام وخاص. ايش بفيدني هذا الكلام؟ ليش بعمل خريطة زي هيك؟ شو بتلزمني؟ مختصر يعني للمادة. مختصر كويس، تختصر عليك كمان. بتعمق فهم للعلاقة بين العناصر المفاهيم المختلفة. اذا انت بتفهمها بهذه الطريقة بتلاقي الامور انت ما في داعي تكرر. يعني مثلا لو تخيلت انه جمع المقادير الجبرية بيشبه جمع الاعداد الصحيحة، معناته اذا بعرف جمع الاعداد الصحيحه بجمع مقادير جبريه. اذا انت ما في داعي كل مره نعيد نفس القواعد وكانه موضوعات منفصله. هذه مهم جدا يعني اكون عارف هاي العلاقات بين اللي هي العناصر المختلفه. هذول حكيناهن بس بدنا ناكد عليهم. التحرك، لما اقول المعلم يقوم بتحرك يعني يقوم بفعل مقصود. اجراءات يعني. الفعل المقصود هو التحرك. يعني انا هسه ايش الافعال المقصوده اللي عملتها معاكم في المحاضره؟ احكي لي. جبنا الطاوله، حطينا اللوح، فتحنا الداتا شو، عملنا مش عارف ايش، هاي افعال مقصوده؟ ليش؟ هاي تنظيميه، افعال تنظيميه. الان لما بتيجي على داخل المحاضره او داخل الحصه تبدا بتدرس مفهوم معين، احنا بنتكلم عن تدريس المفاهيم، فانا ممكن ادخل معاكم بان اقدم مثال على المفهوم. شبه اعطيني مثال. انا بقول لك وريني كيف راح تدرسي كذا المفهوم الفلاني باستخدام استراتيجيه قائمه على التحركات. ايش يعني استراتيجيه قائمه على التحركات؟ يعني انت بدك تختاري عده تحركات ايوه حتى توصلي المفهوم اللي بدي اياه. فممكن تقدمي مثال محسوس، مثال شبه محسوس، مثال مجرد. هذا كله اسمه تحرك مثال. بعدين تحرك اللا مثال شرحناه المره الماضيه، قلنا انه انت بتجيب مثال مضاد او يخالف المفهوم. بعدين مثال مع تبرير، ليش هذا صح؟ مثال مع لا مثال عفوا مع التبرير. الان في عندنا خاصيه الواحده، هذول قلت لكم الشرط الضروري الكل ينسوه. الشروط ما بدي اياهن هذول، بس معقدات هيك ما لنش معنى بالنسبه لكم. التبرير زي التحقق. التبرير يعني انت اعطيني ليش هذا صح. مش برهان، البرهان اعلى شوي، برهان نظري بيكون غالبا. التبرير يعني انت تفسر لي تفسير، نوع من التفسير. هو نوع من التفسير، وهذا بينطبق مع معيار او بيرتبط مع معيار من معايير الانسجام اللي هو ايش بسموه التفكير الرياضي. انت ليش تعمل هيك؟ مين قال لك انه هاي صح؟ من وين جبتها؟ يعني امبارح كنت في عند طلاب تاسع قاعدين بيجيبوا اللي هو معادله الدائره على يعني سبيل المثال. فالاستاذ رسم لهم دائره ورسم لهم نقطه ومش عارف ايش،
فبقولوا على قانون المسافة بين نقطتين. طب مين فيكم بيقدر يجيب طريقة ثانية غير المسافة بين نقطتين؟ صفن. واضح انه هنا في خلل بالربط. ما هو فيثاغورس اللي بيحلها. اي هو قانون المسافة بين نقطتين اصلا جاي من فيثاغورس. فالطالب مش شايف انه هذول الاثنين هم درس واحد. هلا لما بيفهمهم بهاي الطريقة بيختصر عليه المسافة. ما بتطلع الحفظ كثير. كثير مرات الحفظ القانون فقط للمساعدة على سرعة الحل. أما إذا مش حافظ القانون بتبرش حالي يعني خلاص تنادم الدنيا؟ لا. الخاصية الواحدة مثال عليها مثلا لما أقول المثلث له ثلاثة أضلاع. هي خاصية من خواص المثلث. العدد الطبيعي هو عدد صحيح موجب ما في كسور. مثال عليه أقول ثلاث كراسي. هذا اسمه خاصية واحدة. أعطيته خاصية من خواصه. لما أجي أقول مقارنة زي لما تقارن المربع بالمستطيل. لما تقارن الأعداد الصحيحة بالأعداد الطبيعية. لما تقارن الحجم الكبير بالحجم الصغير. لما تقارن مقارنات كثيرة. المقارنة كويسة. يعني هاي تحرك من تحركات اللي بتوضح المفاهيم أكثر. التحليل. إنه يمسك المفهوم ويصير يحللوا لعناصر. وهي مرحلة متقدمة صراحة. الآن أقول لكم مربع. أعطيني حلل المربع. احكي لي عنه. شو بتعرف عن المربع؟ وعمل لي خريطة مفاهيمية بس للمربع. تعالوا. شو بتعرف عن خواص المربع؟ أضلاعه كلها متطابقة. غير. زوايا قواعد. غير. متقابلين. متوازيين. غير. شوف كيف؟ مرات أنا بقول لك كنت أقول له طلاب هذول الطلاب متميزين يقول له أقل من 10 ما تحكي ليه تحكي لي على الأقل 10 خواص الأقطار متعامدة الأقطار متطابقة يعني ليش تطلع بس على شغلة واحدة تطلع على داخل الشكل صار يطلع داخل الشكل خارج الشكل أشياء كثير يطلع يحكي عن مساحته ويحكي عن محيطه ويحكي عن ليش أنت أول مربع بس مرتبط ببعض الخواص لا إنه شغل. التعريف او التحديد صراحه التعريف يعني لو قلت لكم هي من اصعب تحركات تدريس المفهوم واللي حابب يحكي تعريف ها يحكي بلغه رياضيه سليمه دقيقه 100% ما حدا يحكي التعريف هيك اعتباطي يعني قال مهم صغار بفهموش لا يا حبيبي احكي صح عشان يتعلموا الصح ما تحكيش شيء غلط لا تعلمهم شيء غلط زي ما قلت لكم المفهوم دائما يلفظ بالكلام والكلام بيعبر عن الفكره فاذا الفكره غلط اكيد التعبير راح يكون غلط 100% الرسم كمان من التحركات القويه جدا لتوضيح المفهوم الرسم البياني كذا في مدرسه بيدرسوا على المناهج السنغافوريه هون في الاردن بيقول له اوريني ايش يعني ضرب الكسور العشريه بالرسم رسوم لي شكل يدل يعني 2.1 ضرب 3.4 تعرفوا تسووها؟ بس المدرسين عليها بوقفوا عندها لانها صعبه هي فعلا صعبه يعني مش شيء سهل التصور الذهني هون له معنى قوي جدا ايش يعني ضرب كسور عاديه؟ ايش يعني ضرب اعداد؟ ايش يعني ايش يعني ايش يعني كل شيء له رسم معناته الان تحديد الرسم نوع من انواع الوفاء من المفهوم انه انا فاهم المفهوم هلا احنا الطرق اللي بنستخدمها في تدريس المفاهيم بشكل عام اما او بالعكس بيدخل الاستاذ بيحكي التعريف وبعدين بصير يجيب امثله عادي مثلا لو تطفي المايك عندي شوي لانه قاعد بخروش لما بدك تحكي شغل المايك ماشي بثينة سامعتيني طيب احنا بنستخدم استراتيجية القائمة على التحركات من التحركات اللي قلناها قبل شوي انه انا لما اقول لك اعطيني كيف بتدرس مفهوم مثلا الكسر ربع شو التحركات اللي تستخدمها عشان توصل لي مفهوم الربع شو المثال شو اللامثال قيس عليه قاعدة أساسية تدريس المفهوم يجب أن نبدأ في التدريس باستخدام المحسوس ثم شبه المحسوس ثم التجريد
ما تدخل بالتعريف مباشرة، بالذات في المدارس. في الجامعات لما يكونوا كبار يعني غير شوي، يختلف. أصلاً دكاترة الرياضيات اللي على المستوى الجامعي ما بيشتغلوا على طريقة طرق التدريس، يعني هم ما بيراعوا. دكتور معلش بس السؤال. تفضلي. السؤال احنا في المرحلة الأول بقطع صوتك يا بثينة. يا بثينة مستمعك بالمرة، عيدي صوتك بقطع. 0-5 انه لا يجوز، عدد كبير ممنوع الاستلاف. الاستلاف نحكي للمرحلة الأولى انه نستلف. نعم. طب ايش البديل للاستلاف؟ هسه بحكي لك شو بديل الاستلاف. خليها بس هاي لها حصة لحالها، راح نعملها محاضرة إلى لحالها إن شاء الله. نعطي الكلمة وضدها. إيش الهدف؟ ما هو أنت إيش الموضوع؟ شو السياق؟ هذا مقارنة. يعني أنا بقول لك كيف أنا بطلع عليها. شوفي طلع كيف. أنا باجي بقول مثال على الربع. أنا أسف جاوب لبثينة على السؤال اللي سألته كمان. أنه هذا كويس إنه نعرفه. بس دقيقة شوي. يعني أنا مثلا لما أقول قاعد بشرح على الربع. لما اجي اقول اللامثال هو الثلث، يعني تبعيد كثير عن الحكي اللي بحكي. لما اجي اقول انا مثلا طلعي بدي اشرح مثال الربع، شو باجي بقول؟ بقول انه انا بدي امسك شكل زي هيك، شايفينه كويس؟ وقسمه 4 أقسام، صح؟ متساوية. وبعدين باجي على قسم منهم شو بعمل؟ بقول هذا ربع. طب أعطيني ليس ربع، برسم شكل. طلع كيف؟ هاي رسمت شكل. بس باجي بعمل هيك. طلع شو بعمل؟ هو هيك طلع هيك او لا؟ خليني بالضبط، يمكن هذا مش راح يزبط معي. خلينا نعمله هيك واجي اعمل هيك. انا قسمته 4 أقسام، لكن انا ما بقدر اقول عن هذا الجزء انه ربع. فبقول ربع ليس ربع. شفت كيف قلت ربع ليس ربع؟ اللي انت بتحكي عنه اجيب المضاد تاعه. وانت ايش السياق؟ بتحكي لي مثال اللي بتحكي عنه، يعني انت قاعد تحكي بشيء عام. انا ما بعرف. هذا لا مثال، هذا يعتبر لا مثال. في الصفة الاساسية انه انت قسمته لاربع اجزاء لكن مش متساوية في المساحة. فشو تقول؟ بتقول هذا ليس ربع. بس انت لو تعطيني شو المثال اللي بتحكي عنه، لا يكون انت بتحكي عن شيء مش رياضيات. لا احنا نحكيش عن الرياضيات، عن حركة المثال بشكل ثاني. لا انا بحكي عن هذا في سياق الرياضيات. لا تطبقية على شيء ثاني، لانه كل مادة صراحة فيها خصوصيات. كل مادة لها خصوصيات في طريقة تقديم. يعني انا مثلا المهارات عندي غير مهارات اللغة، غير العربي او الانجليزي. لانه مهارات اللغة، مثلا بركزوا على القراءة، الكتابة، المحادثة، الاستماع، صح؟ والقراءة الاستيعابية. أنا ما عندي هالفيلم هذا، أنا ما عندي إشي زي هيك أصلا. لذلك طرق الرياضيات فيها خصوصية نوعا ما. لا لا لا، هاي ترى نظرة مرة ناقشت مع الدكتور محمد حسن أستاذنا، يعني كان معه وكان يحكي عن تحليل الكتب، تحليل المناهج.
فبقول كل المناهج بتحلل نفس الطريقة، فاعترض على الطريقة اللي بنحلل فيها. إحنا كيف بنحلل؟ زي ما أعطيك الواجب، بتحط مفاهيم اللي هي عناصر المعرفة الرياضية، تعميمات، أيوة، مهارات، لا ما عندي أنا حقائق، مسائل. هو قال بيقول لي المسائل مش ضمن المحتوى. قلت له تعال امسك كتاب الرياضيات، انت نص الكتاب مسائل، انت ايش يعني؟ يعني المحتوى شلت لي نصه وبيك تركز بس على هذول؟ طب انا ما عندي في تحليل المحتوى هون مثلا قراءه، كتابه، استماع، محادثه، ما عندي شيء زي ايش، ما عندي من هالسوالف هاي، مختلف تماما. اذا طبيعه الماده بتحكمك كيف تحلل وبتحكمك كيف تدرس. لا بزيدك كمان، حتى في الرياضيات نفسها مش كل درس بتدرس بنفس الطريقة، حتى لو من نفس الوحدة. يعني بدرس أعداد، هل كل الأعداد بتدرسوا بنفس الطريقة؟ الجواب لا، له خصوصية. يعني اللغات اللي هي النمط قريب من التربية الإسلامية، العلوم الرياضيات اللي هي النمط نوعا ما مختلف. سأجاوب على بثينة اللي سألت عنه. لو أنا مثلا بدي أقول للطالب 24 ناقص 16 كيف بدي أفهمه إياه؟ بس هذا التجريد اللي إحنا بنعلمه شو بنقول له؟ بنقول له 4 ناقص 6 لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه 4 أصغر من 6. طيب لما يكبر الولد وصير بسادس نقول له 4 ناقص 6 يساوي سالب 2، تغير المفهوم كليا. كيف طيب هناك صرت تقول له سالب 2 وهم تقول له لا يجوز؟ لا شو استوعب؟ ايش اللي استوعبت؟ ايش تغير عليكي؟ ليش الأسادس كان لا يجوز وبسادس صار يجوز؟ طيب احنا هذا سؤالنا، انه انا كيف بدي افسر للطلاب هاي العملية الحسابية ونقول له انه ما بيجوز. هو ايش ما ياخذ هون مفهوم الطرح؟ ايش ما ياخذ مفهوم الطرح؟ ما ياخذ الاخذ من، بدك تسحب اشي تلغي. انت بكون عندك مجموعة واحدة كويس فيها 7 كراسي، فيها 7 بلالين، بدنا ناخذ منهم 3 بلالين. 7 كراسي بدي اخذ منهم 3 كراسي، كم كرسي بيبقى معي؟ لحد سادس ابتدائي وهو الطالب بيفهم مفهوم الطرح بهذه الطريقة. لما يكبر شوي بتغير مفهوم الطرح عنده، شو بصير اسمه؟ بصير الفرق بينه، بصير الفرق بينه، بصير زي كأنه مسافة، فبتغير المعنى تماما. إذا كيف توصل هذه بمحسوس أو شبه محسوس للطالب؟ أول شيء مثلي لل 24، في إشي مشهور جدا في الرياضيات بسموه مكعبات دينيس. هو مش التمثيل الوحيد، ممكن النقود، يعني عدة نماذج ممكن تسويه، بس أنا بدي نمذجه بالمكعبات دينيس لأنه مكعبات دينيس جزء من شغلنا الرئيسي. كيف مكعبات دينيس؟ إيش يعني 24؟ مثلي لل 24، 24 يعني 4 وحدات زي هيك، أوكي، وعشرتين. طبعا اللي بيعرف شو مكعبات دينيس أصبركم إياها على النت كيف صايرة، بيكون عندك اللي هو قطعة 10، هذه مقسمة بالضبط 10 قطع بالضبط قد هاي، وفي منه محسوس، في بلوكات كل المحسوسات تمسكها بإيدك كويس. هذا أنا إيش مثلت بهاي الحالة؟ طب مثلوها بالنقود، مثلوها بالنقود، بجيب 4 مثلا 4 قروش، قرش قرش كل واحدة، اليوم بطل فيه قرش بس زمان كان فيه قرش، وبريستين، البرايز احنا بنعرفهم هيك كبار اللي هي 10 قروش، مظبوط هيك؟ هذا التمثيل هو نفسه هذا التمثيل، ما اختلف. الآن نيجي على 16، كيف تمثل 16؟ 10 يعني واحدة قطعة أبو العشرة وست قطع أبو الواحد، كويس. هل بستطيع أخذ 6 من نأخذ على اللي هي أنه الأخذ من، يعني أنا ماشي على مفهوم الأخذ من. شوف هسه لما اجي اطلع على العدد 24 هذا كله اسمه 24، ولما اطلع على ال 16 هذا كله هيك اسمه 16، هذا عدد واحد
مش عددين، هو صح رقمين لكنه عدد واحد. هذا العدد ممكن نمثله بطريقه مختلفه. وكيف بسال حالي سؤال؟ بقول هل ممكن اني اخذ ست قطع من الاربع قطع؟ جواب لا، لانه الاربع قطع اقل من الست قطع. كيف تاخذ شيء اكبر من شيء اقل؟ هذا محسوس بالنسبه للطالب، يقول لك ما بيصير. الحل بنسموه اعاده تجميع العدد، اعاده تسميه العدد، اعاده بناء العدد بطريقه مختلفه. الان الخطوه الثانيه، شو الخطوه الثانيه؟ امسك العشره هاي وافرطها لوحدات، افرطها لوحدات. الان نفسه العدد 24 بعيد كتابته، ترى شو بحكي؟ بعيد كتابته، بعيد تسميته، بعيد تجميعه. كيف؟ بدي اكتب الاربعه القديمات اللي كانت موجوده وعشرة جنبهن، 2 4 6 8 10، وواحدة ابو العشرة. ها؟ لا بس واحدة. هاي 8 2 4 6 8. اه مزبوط كلامك، هيك صار. هذول منين اجين هذول؟ من العشرة الاولانية. كويس؟ هذا العدد شو اسمه؟ 24. ما تغير العدد، هو نفس العدد بس انا عدت تجميعه، عدت بنائه، عدت تركيبه. العدد الثاني ما راح ابلش فيه، خليه زي ما هو. دقيقة شوي. هاي ستة وهاي واحد. الآن شو بدك تسوي؟ بدك تأخذ من العشرة اللي فوق ستة. إحنا الأخذ من بالمعنى الحذف، أو في ناس بسووها بالمعادلة، ستة من هون بروح مع ستة من هون. ستة هذول بشطب من الستة اللي فوق. طيب والواحدة هاي العشرة هاي تشطب العشرة هاي، شو تم عندي؟ أرجوك بس ارد عيدها للطالب عدة مرات. هاي مش للعرض، هاي الاصل انه ما تعطى للطلاب للعرض، مش بس تعرض لهم اياها قبل ما تبدا بالاجراء اللي هو يعلمه انه عيد التسميه بهاي الطريقه. انه انا باجي بقول له هاي ال20 بتصير 10 وهاي بتصير 14. لا تقول لي استلف، هو ما بيستلف، هو بعيد تجميع العدد، هو بعيد بناء العدد. هو منين اجت العشره هاي؟ احنا شو بنقول له؟ خذ واحد من الاثنين. طب مو مش اثنين هذا؟ 20. هذا 20 اخذنا من العشرة، والعشرة ضميناها للوحدات او للاحاد، شو صارت؟ صارت 14. اذا انك عم تطرح تاخذ من ال 14 ستة، في فرق كبير بالمعنى. مع انه واحد بشوف بقول لك مو هنا بالاخير راح اعمل هيك وراح اكتب ثمانية. ماشي، هذا اجراء، هذا اللي انت عملته، علمته اجراء. طب ليش صار هيك الاجراء؟ من وين صار هذا الاجراء؟ كيف طلع؟ هذا اللي كنا نحكي عنه التبرير، هذا من نوع من التبرير، ومش برهان. هذا مش برهان، هذا مجرد تفسير للمعنى الحقيقي للعمليه. من وين جبت العمليه هاي؟ رح ناخذها ان شاء الله بالوحده اللي بعد الامتحان، اللي هي ايش مفاهيم الجمع، ايش مفهوم الطرح، ايش مفهوم الضرب، ايش مفهوم القسمه، اللي هي المفاهيم الاساسيه. وكيف انا بطبقها على مين؟ على الاعداد وعلى العمليات، على الاعداد. هاي مكعبات دينيس ممكن تلاقوها، يعني دخلتوا على النت. وهاي انا وسائل يعني بعتبرها مش اساسيه، اساسيه جدا. لازم تعملها ايش؟ يعني واحد لو يكتب بس كلمه بليس فاليو، هو للاسف يعني للاسف بالعربي نادر ما تلاقي شيء كويس. طب هلا دكتور، معلمين المدارس تبعنا الرياضيات ما بدهم يجيبوا هاي الطرق، هي مش منتشره. ما منتشره، وبدرسوهم اياها وبعطوهم اياها في الدورات، وفي وسائل تعليميه واضحه لها. بس احنا عندنا الحمد لله يعني بيستسهلوا الجماعه كثير، بيستسهلوا. بقول لك انا ليش متعبني؟ خلص استلف، خذ لك الواحد واطرح وخلص. دكتور سؤال. يعني زي صف ثالث لما استلف مثلا من العشرات وحط عند الاحاد، بقول يا مس طب ما انتم بتحكوا لنا انه منزله الاحاد للاحاد، هون اجى العشرات عند الاحاد. ايوه لا، مو هاي الغلطه، مو هاي الغلطه، انه احنا في اتفاقيه لازم يفهم مفهوم العدد، تركيب العدد اللي هي القيمه المنزليه. لما يفهم القيمه المنزليه هاي خليها بناخذها ان شاء الله حصه لحالها، ناخذها بمحاضره مستقله لحالها، راح احكي لك اياها. طلع هاي اللي مكعبات دنيا، هذا ايش هيك صار؟ واحد. طلع هو بعد لك واحد،
شوفي اعملي هيك اعملي هيك طلعي شوفي المفهوم. انا مش قاعد بعد لانه هو بعد لي. حلو الوسيله هاي انه هو بعد لي. ها هي الاتفاقيه اللي بدنا نتفق احنا والطلاب عليها انه ليش انا ما بصير اكتب مع الاحاد شيء اكثر من 10. كل ما يصير عندي 10 بحزمهم وبوديهم وين؟ عند منزلة العشرات. هسا ردي حطي كمان ردي حطي واحد لما يصيروا العاشر لما بده يصير يجي العاشر لا تسعة ما عنده مشكلة. شوف اللي عندما توصل لتسعة عادي طلع يا هاي تسعة ما صار شيء. هسا حطي واحد زيادة شو عمل؟ صار 20. اقرأي هذا العدد 20. العشرين في بعض الأدوات بتلاقيه بفرط لك إياه للطرح زي ما عمل تجميع بعمل إعادة تجميع. طيب لو حطينا 10 عشرات شو بصير؟ بصير 100. العشر عشرات 100. هاي إحنا المشكلة موجودة في كتبنا بشكل نظري بس. 100 كم عشرة؟ 10 عشرات. كيف؟ شيل صفر نقول له هيك. 100 10 عشرات كيف؟ شيل صفر. طب منين اجى الصفر؟ ليش الصفر؟ بصير يقول لك الطالب طب انا بشيل عكيفي بشيل عكيفي. انا بضل اقول مثال وانا بالكويت لما كنا ندرس طلاب بالكويت شو كان يقول لك؟ قول له 10 تقسيم 5 يقول لك 2. كيف؟ فسر لي اياها من وين اجى؟ قال عندك مثلا 10 تفاحات بدك تعطيهم لخمس اشخاص كل واحد يطلع له كم حبه؟ طيب طب 5 تقسيم 10 على نفس واحد كلهم ما يصير. ليش يا حبيبي ما يصير؟ قال هاي 5 تفاحات هاي 5 تفاحات وهاي 10 اشخاص تعطي له 5 بضل 5 ما باخذه. طب بصيرش نقصها بالنص؟ قال لا ما يصير. طيب 5 دنانير على 10 اشخاص قال بصير. كيف؟ لانه في قطعه نص في ورقه نص فكل واحد باخذ نص دينار. معناته هذول تفكيرهم شو؟ محسوس مش محدود محسوس. يعني هو ما بيؤمن باللي وراء هاي الكلام. هذا تجريد بالنسبة له. صار مستوى أعلى من المستوى اللي بيفكر فيه في هذا الموقع. هذا حلو انزد ماث اسمه. في شغلات زي هيك كثير. هاي بليس فاليو بلوكس حلو. هذا روعة. هذا بوريكم مفاهيم اللي هي العدد. فأنت قبل ما تبدأ بالجمع والطرح الأصل إنك شو كنت معلمتيهم؟ معلمتهم مفهوم العدد وكيف بنبني العدد وليش احنا بنقول له ممنوع تحط هذا هون وتحط ذاك هناك. فهون طلعي كيف مثلا بدك تزيدي واحد انت هيا حطي وحدات. شوف طلع بحط قد ما بدي وحدات. شو هذا العدد اللي بنيته؟ طيب انا طلع اقروا هون هيا 40 شافتي هيا عدهن. هل هذا مش 47؟ في حد بيقدر يقول انه هذا مش 47؟ لا 47 لكن 47 كتابتها الرياضية مش هيك. كيف بنكتبها؟ بنحزم كل 10 مع بعض وبنوديهم وين؟ عند العشرات. هيك المعنى. كمان مرة هيك الجمع. هيك احنا قاعدين بنجمع. هذا اسمه إعادة تجميع. عشانك بسموه إعادة تجميع. هو نفس العدد 47 ما تغير بس اللهم إلا إني شو عملت؟ حزمته. طلع لحاله بطل مسوي السهم اللي هناك. ليش بطل مسوي اللي هناك؟ علشان خلص بطل في 10. طيب الان شو رايكم نفرط واحد منهم نرجعه هون؟ هذا للطرح. هاي الاستلاف اللي بتقول عنه استلاف اعاده تجميع. نفس العدد بس فرطته انا. اذا انا من حقي اعمل هاي العمليه في حال بدي اخذ عدد كبير من عدد صغير. مش قادر اخذ من عدد الصغير شو بضطر اسوي؟ بعيد التسمية بعيد التجميع. نفس الكلام هو لو زدتي عشرات قد ما بدك زيدي عشرات زي ما بدك. هاي وسيله روعه هاي. شوفي كيف طلع يا قديش هذول؟ هذول 410 450 10. لو اجي اعمل هيك طلع كيف بجمع كل 10 مع بعض وشو بسويهم؟ 100. وهذول العشرة بسويهم
متى ببطل يجمع؟ بس بطل في عشر عشرات. هاي لعبة اللعب في الصف مع الطلاب، وكم من نضيع عليها وقت؟ كثير. هاي المفروض الطالب يعرفها من أول ابتدائي، أول ثاني ثالث رابع. الأصل هذه المفاهيم تبنى بناء، يعني تصنع النظرية البنائية، هذا هو البناء المعرفي. إذا هذا البناء تركب في عاده الولد صح، تأكد تماما بصير عنده مهارات الحساب الذهني عالي جدا، بصير عنده أريحية في التعامل مع الأعداد، يعني ببني على فهم. ولو فقد الاستراتيجية أو اللي هي الخوارزمية عفوا، لو فقدها هو بيسترجع حال حاله، ما بده حدا يعلمه إياه. طب هزيت لو زدنا المئات، عملنا مئات كثير بصير ألوف. طلع الألوف كيف؟ كل عشر عشرات من المئات بعملن ألف مكعب. هاي النماذج، هاي النمذجة بسموها إيش؟ تمثيل. تذكرين معيار العمليات اللي حكينا التمثيل الرياضي؟ فسر لي شو معنى هاي الأشياء اللي أنت بتسويها؟ شو العدد اللي أنا كونته؟ 2550، لا مش 50، 60، 67. هذه نسميها لوحة المنازل، عن طريق المكعبات، عن طريق النقود، عن طريق عن طريق. طبعا الطالب بيبدأ في أول ابتدائي بيدرس بس أحد، بعدين أحد عشرات، بعدين عشر أحد عشرات مئات، بعدين أحد عشرات مئات ألوف، بوصلوا عند الملايين. هسه أنا بوجهة نظري إنه ما في داعي تعطيهم الملايين ومش الملايين، شو بدي فيهن أنا؟ أنا لعندي الآلاف بكفيني وخلص. المبدأ واحد يعمم على الأعداد الكبيرة. لا لا بعطوا بعطوا في الدول، يعني حتى في المناهج الأجنبية بعطوا الملايين وبعطوا كذا، بس ما بركزوا عليها إنك تظلك تعيد فيها بالطريقة. هو أصلاً في الكتاب عندنا، إحنا في وزارة عندنا المنهاج محطوط بطريقة إنه في أول وثاني وثالث ورابع الدروس اللي مثل هاي منعطي عليها أسبوعين، عشر حصص. الفعل شو اللي بيصير؟ بيصير سلك. خلاص نظري، ما هو الكتاب عمل له مثالين انكثر خيره إن خلاهم يعملوا لهم نشاط، مع انه هذا مقصود لذاته، يعني هذا لازم يتكرر كم مره باستمرار. لانه هاي اصلا بتبني اللي هو البناء المفاهيم الصحيح عنده. الان بعد ما انتهينا من المفاهيم بننتقل للمرحله الاعلى اللي هي التعميمات. وحكينا التعميم هو عباره عن ربط بين مفهومين او اكثر، ولازم انتم شو اساسيات الاضافه اللي لازم تعرفوه، واخذناها هذا. يعني انا ما بدي اوقف عنده، انه انت تعطيني امثله على تعميمات في الجبر، في الهندسه، في الاعداد، في الاحصاء. ما هي امثله؟ يعني ممكن يجي السؤال في الامتحان زي هيك، مجموع عددين زوجين يساوي عدد زوجي، تعميم في اي مجال؟ الاعداد. نظريه الغورس هندسة. لما أقول لك صاد يساوي 2 س زائد 1، هاي العلاقة تعميم في إيش؟ في الجبر. يعني أعرف المجال المحتوى التابع له. أي مهم. ما الفرق بين المسلمة والنظرية الرياضية؟ إحنا ما في عندنا حقائق في الرياضة الحقيقة، يعني لو بدنا نتكلم مظبوط ما فيش اسمه حقائق. الحقيقة شيء مطلق لا نختلف على صحته، لكن إحنا في الرياضيات كلنا نختلف على صحته. هو افتراضات إحنا بنفترضها، مو هي حقائق مطلقة. ومرة قلت لكم يعني الخط المستقيم، احنا مين قال ان الخط المستقيم يعرف او له شكل واحد؟ فهي نوع من الفلسفة. فالمسلمة هي تعميم رياضي نقبل صحته دون برهان. زي بين مثلا كيف مثال نقطتين، بين نقطتين يوجد خط مستقيم وحيد يمر بينهما. اذا تقاطع مستويان يتقاطعان في خط. الزوايا القوائم متطابقة. يوجد عدد في الدنيا اسمه واحد. منين جبتوا الواحد هذا؟ احنا اخترعناه. بس لو واحد افترض انه ما في واحد وعمل سيستم عددي لحاله يصير؟ اللي درس تاريخ الرياضيات راح يلاقي الحضاره البابليه، الحضاره المايانيه، الحضاره الكذا عندهم اعداد وطريقه تفكير. الصينيين
طرق تفكير مختلفة تماماً عن اللي إحنا ندرسه، تماماً مختلف. أنا على اطلاع على المناهج المغرب العربي بالذات، المغرب دولة المغرب مملكة المغرب بيمشوا على النظام الفرنسي، طريقتهم في الدراسة للرياضيات تختلف تماماً عن الطريقة اللي إحنا ندرسها. مفاهيم الرياضيات تدرس كلياتها على أساس المنتجات، وإحنا ما ندرس المنتجات أصلاً. يعني طريقة تفسيرهم للنظريات وكيف بنائها وكيف يحطوا العلاقات كلها مبنية على المنتجات، وإحنا ما بندرس المنتجات أصلاً. يعني فرق واضح كبير بين الموضوع. أما النظرية في تعميم الرياضي نقبل بصحته مع البرهان، والبرهان هو إقامة الدليل على صحة الحجة، إنه هالنظرية هالادعاء اللي أنت بتدعيه صح ولا لا. خصائص التعميم يشتمل على أكثر من مفهوم، يتسم بالتجريد، يتبع أو يصف نمطاً معيناً. انتبهوا، فالتعميم هو نمط من نعرف قاعدته شو هي، قانونه شو هو، يمكن تطبيقه على مجال واسع، ينسق المفاهيم والحقائق في نسق عقلي، وهذا حلو جداً له معنى. ترى التعميم هو أسهل طريقة إنك أنت إيش توصل لعمق في فهم الرياضيات، وربط علاقات بين مفاهيم، طلع قاعدة رياضية صحيحة يمكن تطبيقها على مواقف كثيرة. يعني أنا وين ما أشوف مثلث قائم الزاوية على طول بطبق فيثاغورس، هذا هو التعميم. مدام أنت قلت مثلث قائم الزاوية معناته فيثاغورس، شو نظرية فيثاغورس طبقها. في عندي هنا أنواع التعميمات، في تعميم كلي يعني يصلح لكل شيء، مش شرط أحفظ الأمثلة اللي موجودة هنا. لكل عددين حقيقيين فإن الضرب عدد حقيقي، هذا اسمه عدد تعميم كلي. كل مربع مستطيل اللي بيستخدم المسور الكلي شو بنسميه؟ تعميم كلي. أما التعميم الجزئي زي أقول أنا بعض المستطيلات مربعات، هذا يسموه تعميم جزئي، بعض المستطيلات مربعات. لا يعني انه المربع حاله خاصه منه، ما بديش اقول كل المستطيلات مربعات، هاي على سبيل المثال. يعني ممكن اقول برضو نفس الشيء، بعض المعينات مربعات، بعض متوازيات الاضلاع مربعات. فانت تقول بالضعف لما تحط بعض معناته ايش؟ تعميم نفس المستطيل لو تساوي في ضلعين جنب بعض يصير اسمه مربع، اي مستطيل في الدنيا. خلي ضلعين، ما هو اذا صار اثنين، اذا صار الاثنين اللي جنب بعض المتتاليين خلاص بصير كله زي بعض. بعض متوازي الاضلاع معينا، بعض المعينات مربعات الى اخره، يعني بعض الاعداد الحقيقيه اعداد صحيحه. مظبوط. في ناس بيقولوا زوايا المعين المقائمه، لا اذا صارت قائمه صار مربع، صار مربع. تعميمات نقبل بحصتها بصحتها دون برهان اللي يسموها المسلمات، واللي نقبل بصحتها مع البرهان يسموها نظريات. ما في قوانين، يعني قوانين ما في. في تعميمات مصرح بها، كل النظريات تاعت الرياضيات هي عباره عن نظريات مصرح بها، نحكي القاعده تبعتها القانون تاعها. لكن في بعض المرات بتلاقي التعميم ما بصرح فيه، شو بحكي ضمنياً بفهم إنه موجود. لذلك لو بقولك حللوا المحتوى مش بالضرورة يكون في الكتاب حاطط التعميم، فأنت بجوز وأنت بتقرأ في المحتوى تفهم إنه هو بيعمم قاعدة معينة، بيعمم قاعدة معينة. يعني هاي تصنيفات. الآن نشاطات تعليمية. شوفوا قبل ما ندخل على النشاطات هذولا بدي أوجهكم تروحوا على وين؟ على النت. أنا بعمل دعاية لموقعي قاعد كثير، والله لأنه في أشياء أنا بيني وبينكم هاي من الأشياء اللي بتساعدني إني أختصر الشرح. إنه أنت لو رحتوا على اليوتيوب تاعي، على قناة اليوتيوب تاعي، روحوا على الصف الثامن، في عندكم إيش اسمه الأنماط. الأنماط هي الأمثلة، أنا هاي أشوفه في رياضيات واحد حطيتها مع الموقع، وأنا بجوز أودي لكم اللينك عليها، بجوز أودي لكم اللينك عليها لوين؟ لمادتنا هاي، للي بدوركم اياها هسه، اللينك للي بدوركم اياها هسه، لانه هاي امثله ممتازه جدا لايش؟
للتعميمات الرياضية. مش عم تكلم عن التعميمات، بدكم أمثلة على التعميمات، في على الأقل 11 مثال على الأقل، وصراح نمارس بعضها هون مع بعض. لو جيتوا على قوائم التشغيل دوروا على اللي هو الصف الثامن، وين شايفين الصف الثامن دوروا عليه. يعني كلن استعملي كلن هنا عشان يبين كلن. الصف العاشر تحت الحمراء، ايوه هي. والصف الثامن لما تضغطي عليه، لما تضغطي عليه بيطلع لك كل الماده التعليميه تاعت الصف الثامن. طيب اسياد خليكي معي، انا ايش اللي بدي اياه من هذا الموضوع عشان درسنا اللي هو التعميمات. اللي بده يدرس رياضيات يدرس من هون، تعلمها كويس كل شيء. اذا بدك تروحي تدرسي في المدارس، بدك تتعلمي ماده علميه رياضيات، تعلمي طرقها كيف. بستخدم انا وسائل كثير صراحه. شوفي هاي الانماط مثال واحد، شايفه نبلش هون الانماط مثال واحد. انا ما راح اشغل الفيديو كله، 4 دقائق ونص، اسمعوه بسرعه يعني مش طويل. بعدين هذا محطوط للمدارس يعني صف ثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مستمرين مع درس الانماط في الوحده الثانيه. انا راح اوقفه. شوف بنختصر الكلام، انتم شايفين شو هون؟ مربعين. لا مش احد، مش احد وعشرات. كم مربع شايفين هون؟ وهون وهون 10 وهون. شوف بدي اكتشف القاعده كيف بمشي هذا النمط. بروح بعمل شوفوا الخطه الرئيسيه في تدريس اي تعميم، اللي هي الطريقه الاستقرائيه اللي احنا بنستخدمها، بنعمل شيء بسموه جدول استرجاع. شايف هذا الجدول اللي تحت؟ هذا بنسميه جدول استرجاعي. هذا دور مين؟ دور المعلم. المعلم بحط النشاط وبيعمل هذا الجدول، بوزعه على شكل ورقه عمل لمين؟ للطلاب. والطلاب شو واجبهم؟ يعبوا الجدول، ومن خلال هذا الجدول ومن خلال طرح الاسئله الموجهه ها يتوصل الطلبة إلى القاعدة، فهي نوع من تنمية التفكير عن طريق الاستقراء. يعني لو نمشي معها على السريع، مش راح نشغل الفيديو. لا 2 زائد 1. طولي بالك، طولي بالك. يعني بساعدهم شوي. شوفوا الهدف شو حاطينه؟ تستقصي قاعدة النمط وتجد الحد الناقص. تستقصي، شوف الاستقصاء بمعنى هو صار حل مشكلات، بده يعرف القاعدة العامة كيف طلعها. فكيف بده يطلعها؟ أول شيء حط مربعات. كم حالة أخذ؟ 8. عادة حتى تستطيع تكتشف قاعدة على الأقل بدك 3 إلى 4 حالات. يعني أنا ما بعمل حالي حالتين وبعدين بقول لك شو القاعدة. والله لو أنه عبقري ما سواها، صعبة. الأصل إنه إيش يعمل بالأول؟ يستقرأ على الأقل 4 3 على الأقل 3. لكن فعلياً إذا الطالب ما استطاع يكتشف من 3 شو بعطيه؟ 4 5 6 7 8. بعدين بصير صايده على التفصيل كيف يحلل الأعداد اللي طلعت معه. هذا الجدول الاسترجاعي هو الاستراتيجية الأساسية لتدريس التعميمات. هذا هو اللي يحكي كتابنا باختصار، وهسه ممكن نطبقها مع بعض على الأمثلة الموجودة في الكتاب. شوف طلع هون ايش بعد مربع، عدد المربعات، وهون ايش مكتوب؟ التبرير بالبحث عن النمط. ببرر وهو بيمشي قاعد بيعطيني كيف طلع النمط. هون مربعين، هون قديش؟ 5. هون قديش؟ 10. وهون 17. وهكذا ماشي. اسياد هون بيقعد يكتب على طلع كيف راح يكتب التفصيلات. الخمسة هاي كيف اجت؟ ان 5 × 5 = 25. هذا اللي بده يجي، الشكل اللي بعده كيف بده يجي؟ هو طلع كيف كانت؟ طلع هون كانت 1 × 1 وركب فوقه 1، بعدين 2 × 2 وركب فوقه 1، 3 × 3 وركب فوقه 1، 4 × 4 ركب فوقه 1، 5 × 5 ركب فوقه 1. اذا وراها س² + 1. اكتشف القاعدة. وصلت كيف الفكره؟ يعني السعيات لو اعطيتك اعداد مجرده
لو اعطيتك اعداد مجرده يمكن الطالب ما يكتشف القاعده. زائد واحد. ست تربيع زائد واحد. لو مين اللي سهل علي اكتشاف القاعده؟ اللي هو طريقه الرسم. لو حطيت اعداد تخيل لو اثنين هاي حطيتها مفروضه. والخمسه حطيتها هيك مربعات منثوره. بجوز ما تكتشف. لكن لو اعيد بناءها بالطريقه هذه سهل جدا اكتشف. وصلت الرساله كيف؟ هسيات احنا شو اللي بدنا نوصله للطلاب؟ شو بدنا نوصله للطلاب؟ انه كيف انا اكتشفت النمط؟ مش بده يحفظ النمط. لا مش تجريب. مش تجريب. انتبه هون مش تجريب. هون بيستخدم المحسوس او شبه المحسوس في الوصول للايش؟ للقاعده. عن طريق عمليه منظمه متدرجه من السهل الى الصعب. طبعا اصلا هو اكبر دليل على الذكاء. هاي نمط، شوف النمط الثاني. يعني لاحظوا انا في امثله كثير. طب ممكن كيف انا بدي اقرا نصه؟ انا اعطيهم هاي لا ما بزبط. لما تعطيه قاعده الى نمط يعني كانك انت بتحفظيه، بتقول له اذا جاك سؤال زي هيك هاي قاعدته، واذا جاك سؤال زي هيك هاي قاعدته، بحفظ النمط. وهيك هذا مش كويس. هذا للسرعه كويس. لما يكبر الولد لكن احنا في هاي المرحله مثلا لسه الطلاب بدهم يتعلموا كيف يكتشفوا وحدة النمط، ايش اللي قاعد بتكرر، ايش اللي قاعد بيصير. يعني طلع على هذول المناظر اللي هون، حاولوا انتم تكتشفوها. يلا طلع واحد، بعدين صار ثلاث، بعدين ايش خمسه، مزبوط. واحد ضرب كلام، لا اثنين سين زائد واحد. انتم هسه ما تحطيش سين بالموضوع كله. احكي لي بالعربي، احكي لي بالعربي. المرحله الاولى كيف صارت الثانيه، كيف صارت الثالثه، كيف صارت الرابعه؟ واحد ضرب ثلاثه، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة زائد واحد. ما هذول مش تسعة أصلا. أنت منين تبتدي ثلاثة ضرب ثلاثة؟ أول شيء بلش واحد، بعدين شو صار؟ زائد واحد. أيوة اثنين زائد واحد، واللي وراها ثلاثة زائد اثنين زائد واحد، واللي وراها أربعة زائد ثلاثة زائد اثنين زائد واحد. طب ايش اكتب؟ ايش اسوي؟ كيف اكتشف قاعده زي هاي؟ يلا. القاعده تحت 3 فوقها 2، 3 زائد 2 زائد 1. يعني ايش القاعده؟ يعني لو عندي سين من المثلثات شو قاعدتها بتكون؟ سين زائد 2 زائد 1 زائد 2 مره سين زائد 1 زائد 2. احكي. اول شيء سين، بعدين سين زائد 2. العدد الاخير بعتبره حد اول. طب السين الثانيه هذا يقول سين، سين زائد 2 سين. انتبه قاعده، لحظه خلينا نتفاهم. عشان لما بتكتبي قاعده لازم تصلح لكل النمط. لمعوض محل سين بواحد يطلع الاولاني، لمعوض محل سين باثنين يطلع الثاني، لمعوض محل سين بثلاث يطلع الثالث. هيك بدك تسوي. هي مش مفروض الاول سين، الاول واحد، ماني شايفه واحد. ليش بدي اعمله سين؟ سين بعمله للحالة المتغيرة، للحالة العامة اللي أنا مش عارفها قديش. يعني طلع، خلينا نتفهم على هالشغلة هاي. ركزي، المرحلة الأولى كم عدد المثلثات في الشكل؟ راح تعبي واحد. طيب في الثانية ثلاث، اللي وراها لا مش أربعة، اقري كويس، ستة. المرحلة الثالثة ستة، اللي وراها عشرة، اللي وراها 15. طب اللي وراها قديش؟ 21. بنزيد واحد، بنزيد سطر. طب انا شو كيف شايفها انا؟ شايفها انه في عندي مثلث، بعدين بحط تحت، حطيت تحته مثلثين زي الهرم، قاعد بعمل زي المثلث كبير، بعدين حطيت ثلاث واثنين واحد ظل موجود، بعدين اربعه ثلاث اثنين واحد. شوف هون انا بقول، وانت بتطرح اسئله للطلبه، وانت بتطرح اسئله للطلبه، مش شرط الطلاب يوصلوا لك للتجريد. خليهم يشوفوا النمط اللي انا بحكي عنه. يعني احنا فعليا واحد زائد سين. شو هي سين؟ سين اللي هي كل مره بتزيد اثنين ثلاثه على الشكل الاول. دكتور كل مره زائد واحد هي.
بتزيدي ايش؟ لا مش زائد واحد، بتزيدي سطر، بس السطر بزيد عن اللي قبله بواحد. يعني اذا كان اخر سطر خمسة اللي وراها بتصير ستة، واذا كان ستة بده يصير سبعة، واذا كان سبعة بده يصير ثمانية. الله شو هذا، كيف بدنا نكتب القاعدة تبعتها؟ هاي قاعدتها معقدة ببيني. لا لا بزبط، فيش اشي بزبطش. هون الشطارة عاد، هون بصير دور المدرس. اذا الطلاب عملوا بلوك زي هيك شو يصير يسوي؟ يصير يبسط، يبسط القاعدة. هسه بتشوفيها. احكي. يعني لو افترضنا انها قاعدة الهرم واحد والقاعدة الثانية ونبني على الثانية نحن مو على الأولى كمان. ما بعرف. هم اخذوها هاي انا ترى ما حليتهاش الحمد لله لانها بجيبها مرات واجب لكم. بجيبها في رياضيات اثنين او رياضيات واحد بجيبها واجب. ما راح احكي. اكتشفوها. شوف هاي هون مثلا شفتوا هناك قبل شوي في المثال اللي قبله كيف اني صرت احلل هون مثلا عدد المربعات مساحه زائد واحد شيء زي هيك. طب شوف العلاقه بين واحد وثلاث كيف ممكن اكتبها؟ الستة طيب والستة لا هذا والله عدد بين اقواس مش بين اقواس دبروا حال راح اجيب لكم اياها في الامتحانات. هاي اللي بتيجي في الامتحانات. سوري القاعده موجوده بس شوف انت اكتشفتي اكثر من شيء. بقدر اطلع كل مره بيجي عندي عدد والله دكتور انت طيب هسيات بدنا نجرد شوي. طلعي هون اعطاك 2 6 12 20 طلعي لي القاعده اكمل النمط العادي للعدد الثلاث مرات القاعده عندنا الترتيب يعني هذا العدد الاول هذا العدد الثاني يعني 2 ضرب 3 طلع 6 طيب 2 ضرب 6 12 على فكره هي ما بزبط مش ضرب يعني مستقبل ان شاء الله هذول الاعداد اللي راح تكون راح نسميهم مجال العلاقه هذا الجواب اللي قاعد يطلع نسميه مدى العلاقه هاي حزازير بتقولوا لها حزازير يمكن عندك جدول هاي مش حزازير هاي اسمها تعميمات رياضيه اذا هون 2 هون 6 هون 12 هون 20 طيب ايش كيف صارت صح 2 في 3 6 كيف صارت؟ طيب الستة كيف صارت 12؟ كيف القاعدة معناته في الكتاب؟ يعني شو اكتب؟ عدد طبيعي سميه سين سين بين قوسين ضرب سين زائد واحد خلينا نجربها حطي واحد بصير واحد ضرب اثنين طلع الاولاني بعدين واحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة ستة مضبوط حطي ايش؟ ثلاث ثلاث ضرب اربعة 12 القاعدة 100% صح هي طلعي لا هي هيك بتسوي زي ما حكت هي طلع كيف؟ اطلع انه الاثنين هي واحد في اثنين والستة اثنين في ثلاث و12 ثلاث في اربعة زي ما حكيتوا انتو طلع هاي مثلا التحرك شايف هذا التحرك اني افصل انه اثنين هي عبارة عن واحد في اثنين والستة هي ثلاث في اربعة او عفوا اثنين في ثلاث و12 هي ثلاث في اربعة انا ممكن اعمل بوش للطلاب انه اعطيهم هاي القاعدة طب لو وصلنا لسي شو اكتب؟ شو اللي قاعد بتعملي انتي؟ انت قاعد بتقول العدد الطبيعي زي ما حكت زميلتكم ضرب العدد الذي يليه فسريها كيف بتقولي عدد ضرب العدد الذي يليه هسا الطلاب ما بتتوقع انهم يحكوا اللي بحكيه ما راح يقولوا اللي انا بقوله دكتور سين ضرب سين زائد واحد بهي ها حكتها بهي
هسه جاي تقولي خلص خلصتها انا عادة اللي هي نفسها سين تربيع زائد سين ترى انا قاعد بفكر بهاي طلعي انا لا طلعيها الي طلعيها الك شوفوا قديش في حزازير زي ما بقولوا في بالاخير آلة تشويق بس يعني اظن رقم شايفين هاي نمط 11 مين معي برياضة واحد الكاسة برياضة واحد هيا هاي الحل هذا السؤال تاع الواجب هذا سؤال الواجب موجود على الموقع موجود على الموقع ايش قال العرب لا يقرؤون واذا قرؤوا لا يفقهون يعني الواجب هي محلولون لا بدك تروح عند حدا ولا بدك حدا يحل لك اياه ولا شيء بس دور عليه يا اخي دور عليه وهينا بنرشدكم بنقول لكم موجود بس دور الحقيقة دائما هي شيء يعني صحيح دوما ما في شيء في الرياضات صحيح دوما حتى واحد زائد واحد يساوي اثنين ليست صحيحة دوما حتى هذه إذا نظام إذا اختل النظام تصبح ليست حقيقة لكن احنا تجاوزا مرات شو بقول مثلا في عند الأطفال اللي بندرسهم بنقول لهم حقائق العدد 10 صح ولا لا على اساس ان احنا بنشتغل على النظام العشري ومحدودين بهذا النظام وبنقول لهم احفظوا هنا هذول لان هذول دائما صحيحات في هذا السياق انا بتكلم معاك كمعلمه ما بتكلم معاك كطالب طالب طفل الطفل بقول له حقائق العشر عادي قولي له هيك هذا طبيعي تحكي له هذا الكلام لكن انا لما بتكلم معاك الان بتكلم معاك كمعلم واعيه شو بتحكي فهذا مش حقيقه اصلا يعني ممكن أن تتغير بناء على الموقف أو على النظام العدد اللي بنشتغل عليه. طبعاً هيك بيكون التعميمات إيش مالها خلصت. هو هذا الباقي بس عشان تكونوا عارفين هو عبارة عن أمثلة وأنشطة للجدول الاسترجاعي في إشي نظري بيكون تعرفوه كويس اللي هو إيش هو الجدول الاسترجاعي إيش وظيفته مين ببنيه شو دور المعلم فيه إيش دور الطالب فيه إذا جاكوا سؤال في الامتحان عنه شو مطلوب منكم انتوا تبنوا جدول استرجاعي وايش تسووا عليه توروني شو دوركم وايش دور الطالب وعبوه حلوه كانكم بدكم تحلوه كطلاب هذا هو الجدول الاسترجاعي الامثله اللي حاططها هون في الكتاب في منها صعب ما مش مطلوبه منكم مراحل طبعا تدريس التعميم اولا بنخطط للتدريس يعني هاي كالعاده حتى المفهوم كيف بندرسه بنخطط له بالاول بعدين بننفذه بعدين بنقومه مظبوط ولا لا يعني هاي مش شيء عظيم في امثله طارحها الكتاب يعني نوعا ما مجرده كثير لانه هذا نفسه قاعدين نعطيه للدبلوم العالي فهو اصلا هذا كان للناس اللي تخصصهم رياضيات فانا ما بطالبكم في الامثله اللي موجوده بس انت مثلا ايش التعميمات اللي لازم تعرفوها فرضا مثلا لازم تعرفي مجموع زوايا المثلث مجموع قياس زوايا المثلث 180 درجة تعميم مشهور يعني احنا ما بنجيب اشياء معقدة تعميمات بسيطة قابلية القسمة على 3 قابلية القسمة على 5 هالتعميمات اللي تعلمتها برياضيات واحد مش اكثر منها هسه